الصوت ماكو صوت. اعتقد ماما حمدية طلعت من البيت. عجيب. اوكي خليني اروح على كيف خليني اروح على كيف اتاكد ماما حمدية طلعت من البيت او لا. هشنو ماكو ولا شخص هنا. عجيب والله ماما حمدية دوما تبقى هنا دوما تبقى تقلب بالصناديق وتبقى تحرس علي اطلع من البيت. اوكي اليوم لازم اطلع من البيت. فرصتي بس لازم ما تكتشفني، لان اذا كشفتني يمي بالله طقني طقه بالنعال مو طبيعيه تفقع على وجهي. اوكي ماما عندي تقول لا تطلع من البيت وما ادري شنو. اني اكرهها ماما عندي اكرهها. اوكي لازم اطلع من البيت، بس المشكله ماما حمديه قفلت الباب. هذا قفلته بالمفتاح والباب الخلفي هم نفس الشيء قفلته بالمفتاح، بس شلون ورطه هاي؟ اوكي اجت لي فكره. اوكي اعتقد لازم اقمز من البلكونه. اوكي خلي اكسر هذين القزاز. اوكي كسرت القزاز الاول والثاني، بس خلي اقمز على كيف. اوكي بس خلي اقمز وبس خايف من شيء واحد اني اتاذى. اوكي مو مشكله خلي اخاطر. يلا 1 2 3 وي رجلي توجعني كلش. اوكي مو مشكله. هم زين رجلي ما تأذت هواي. اوكي واخيرا صرت حر. او ماي جاد بس انا اقدر اروح وين ما اريد. ايوه اخيرا هربت من البيت. والله هزمت امي. والله كرهاني امي حمدي اكره دوما تقول لي لا تسوي هاي الشغله ولا تسوي هاي الشغله ولا تطلع من البيت وروح ادرس وما ادري شنو، وعطني الموبايل دوما تاخذ مني الجوال حتى ما تريدني ما بوقع ما ادري ليش. قال لها ماما دوما اوقع ينزل افلام ادري شنو، لا تسحب من الجوال تقول لي ما بوقع ليش؟ لانه يقول بعروره. اوكي مو مشكله، هسه فرصتي لازم اروح البيت صديقي، اروح اخذ جواله حتى ابوه ما قاطع اوقع. اوكي اعتقد بيت صديقي بهذا الاتجاه، خلي اروح له حتى ينطيني جواله واشاهد ابوه وحده. احب اوقع ليش؟ احب اوقع. لايك فيفر سبسكرايب. اوكي خلي اروح له من هذا الاتجاه. ايوه اخيرا رجعت للبيت. اوكي قربت اوصل للبيت. اوكي بس قبل كل شيء خلي اروح اطمن على ابن حميد الكريبر الورع الاخضر. اوكي خلي اسد الباب. والله شكل حميد بعده نايم. عجيب. اوكي مو مشكله هسه خلي اصعد. هشنو حميد وين؟ حميد هرب. حميد لا لازم اتصل على الشرطه. حميد هرب. لا حميد راح. بس عجيب حميد شلون طلع؟ عسى شلون ورطة هاي؟ اوكي اعتقد بالحديقة. حميد اوكي اعتقد فوق السطح. اوكي خلي اصعد. يا ربي يكون فوق السطح دا يسوي مقلب. اوكي هاي شنو؟ لا حميد ماكو. بيت الجيران. حميد بيت الجيران. حميد وينك؟ عجيب. لا حميد بعد وقت. بس انا سويت حميد حتى يار حتى الليل اجى وحميد مو بالبيت. بس شلون ورطاي؟ اوكي مو مشكلة هسا خلي اروح انام وانتظر لنا حميد يرجع. حميد ايوه اخيرا رجعت من الشغل. اني الكريبر المائي الجميل، الكريبر الماء الاسطوري. اوكي وصلت للبيت مالي. خلي اشوفكم المنطقة مالتي الجميلة. شوفوا هاي المنطقة كلها الي. واو والله العظيم اني صار لي شهر ما حد جاي لي. شوفوا المنطقة مالتي الجميلة كلش حلوة. اوكي هلا دجاجة، هلا عمو دجاجة اخري ورعة. اوكي اني هنا انا عندي البيت المائي، هذا البيت مال الشرطة الحراس. ايه هذا منو؟ اوكي ها هلا عمو الحارس. اهلا عمو الحارس. وعليكم السلام. طبعا هذا الحارس من هاي المنطقه. ايه شو اخبارك؟ اي انا الحارس هاي المنطقه. والله الحمد لله وشكرا على كل حال. وانت شلونك حبيبي الكريبر الماي؟ انا الحمد لله بخير. ما حد اجى هنا البيت مالي يجي يسرق شيء؟ ما حد اجى؟ مو لا 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 كل شيء تحت السيطره. كل شيء هذا المكان كله حارسه اني، وكله تحت نظري. اوكي شكرا عمو الحارس. ايه عمو بس البيت مالك هذا مفتوح مال حراسه، ليش نسيته مفتوح؟ والله توني اللي طلعت اريد اشم شوي هواء نقي فنسيته مفتوح. والله اتفق وياك، الجو كلش حلو اليوم. اوكي عمو الحارس ارجع لمكانك احرس هاي المنطقة، لان انا ما اريد اي شخص يسرق بيتي الجميل المصنوع من الماء. انا كريبر الماء المصنوع من الماء. اوكي عمو
صح، بس اخوي اخوي اسمعني، ترك صار فتره ما منطيني راتب ترى، وانا الصراحه اريد اكل، اريد محتاج اكل يا اخي. ايه عمو تستاهل والله العظيم، باكر راح اعطيك الراتب مالك واعطيك اياه مضاعف وهديه من عندي لك. انا حاليا تعبان جيت من الشغل عمو اسمعني، انا تعبان جيت من الشغل اريد ارتاح. خلاص اسمعني بوالي مو مشكلة، إذا ما تريد تنطيني دايموند انطيني حتى حبة كابويب أو ثنين حتى أكسرهم بالليل وأضيع بيهن وقت، أوكي؟ لا عيوني حبيبي، أنا باكر أعطيك راتبك، أوكي حبيبي؟ أنا حالياً راح أرتاح ببيت مالي، يلا يلا. أريد كابويب، أوكي؟ يلا مع السلامة، مع السلامة. والله هذا الحارس اللي عندي كلش كلش محبوب، أوكي؟ والله هذا الحارس كلش كلش حلو، أوكي مو مشكلة. أوه والله النافورة مالتي كلش حلوة هنا، حلو كل شيء حلو عندي حالياً، أوكي؟ هو شنو؟ والله كل شيء حلو عندي هنا مو مشكله، خليني اروح لغرفتي ارتاح شويه. ها تذكرت اني اليوم اتصل علي صديقي الكريبر العادي، قال لي انا اريد اجي ازورك وهرب من البيت مالهم، والله ما اعرف ليش هرب من الماما ما ادري بيتهم. اوكي مو مشكله، اني خلي ارتاح بغرفتي حاليا لحد ما يجي لي باكر. اوكي خلي ارتاح بغرفتي. خلي خلي لا اله الا الله، هذا هم جالي الحارس. خلي 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 اهلا وسهلا خالي خالي خالي. اسمع خالي، انت مو خالي، احبك خالي والله صدق احبك. لا 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 عيوني يعني حبيبي خالي خالي. اطلع برا، انا ما اعرفك من، اطلع برا اطلع برا يلا برا. خالي خالي لا تطردني لانك انت خالي، واني لازم اروح اجيب خالي حتى اعطيك خالي. عندك خالي او ما عندك خالي؟ شو كانتي خالي يا اخي؟ اطلع برا. حارس حارس تعال خذ هذا الورع، تعال حارس اطلع برا لا اجيب حراس عليك يلا. طيب شويه اكل شويه اكل على شويه دايم. لا اله الا الله، هذول كريبر دائما يجولي واحد يسوي عم خالي. عم اسمع شوف، كل مره اطيق دايم وكل مره اطيق دايم، شوف خمس ثواني اذا ما تطلع منها انا اجيب الحراس هسه يسوي لك كباب مشوي. يلا كريبر مشوي يلا. والله مزعجك مو مشكله، خلي ارجع ارتاح تعبت، ان شاء الله باكر راح يجي لي صديقي كريبر العادي وان شاء الله راح نتقابل واشوف شكله شلون صاير. اوكي مو مشكله، خلي ادخل بالغرفه مالتي وارتاح. اوكي يلا حتنتظر حتنتظر صديقي يجي. ايوه اخيرا وصلت البيت صديقي، الحمد لله والشكر على كل حال. اوكي هربت من ماما هم زين ما كشفتني، هسه خلي اروح له وحتى اخذ جواله واروح اتابع اوجا، لان يقولون هذا الورع اوجا نزل هواي هواي افلام حلوه واني احب اتابع الافلام. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح ادق عليه الباب وانتظره لين ما يجيني، اعتقد هو راح للحمام. اوكي مو مشكله. اخوي الكريبر المويه، اخوي كريبر المويه تعال لي. اخوي اخوي افتح لي الباب، اخوي اخوي تعال لي، تعال تعال طببني جوا طببني جوا. اني الكريبر الكريبر اني الكريبر صديقك. اوه الكريبر صديقي العادي وصل، هل وصل للكريبر عادي؟ طبعا اني كريبر الماء. اوكي اوكي خليني اشوفه منو متاكد هو ولا لا. اي والله هو صديقي كريبر العادي. اهلا اهلا تفضل تفضل تفضل. هلا هلا شلونك شلونك؟ هلا هلا ادخل بالبيت ادخل ادخل. اوه يلا جاهز؟ والله صراحه اخوي انا مشتاق لك كلش، شو تعرف يعني من زمان ما شفتك. انا ايضا مشتاق لك والله العظيم مشتاق لك كلش. شنو هاي شنو هاي ريحته؟ شنو صار لك جد ما سابح؟ صار لك جد ما سابح؟ والله صار لي يومين. حسبي الله ونعم الوكيل. ريحتك امك سبحتك، ليش ما تسبحك امك؟ وين امك وين امك؟ والله ما عرفتها بالبيت وطلعت هربت منها يا اخي. شنو هرب منه؟ شنو؟ لا لا انا ما راح اطلع من البيت. اطلع اطلع يلا اطلع 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 يلا يلا اطلع من البيت برا. اطلع اطلع يلا بسرعه اطلع. اطردني ارجوك اخوي 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 ارجوك، والله الجو برد الجو برد. اسمعني اسمعني انا مالي علاقه بيك، راح تطلع هسه بالمطر وترجع لامك تعتذر معها، سمعت؟ يلا بسرعه روح اعتذر من ماما. ارجوك اخوي لا لا ارجوك ارجوك اخوي والله ماري. هذا البرق لا 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 اركض اركض روح اركض اركض، صار عليك برق انا ما استقبل خلاص. اهرب 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 يا اخي اهرب اهرب ارجوك 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 ارجوك. انا مالي علاقه خلي يرجع هذا البيت، ماني مالي علاقه، ما اتحمل مسؤوليه اذا صار علي شيء، مالي علاقه. الله 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 اركض اركض اخوي حامر. او ماي جاد حال برق البرق اذي اذي يا عمر والله يا عمر. افلت 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 خلاص. اوكي اوكي لازم ارجع لبيتي لازم ارجع لبيتنا. سريع 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 يلا افلت 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 افلت. ها شنو ها شنو
بشرتي صارت كذا، ايش بي صار شكله كذا غريب. لا 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 مستحيل، بس شلون ورطة هاي؟ هاي شنو؟ شكلي صار كذا، لازم ارجع الماما، لازم ارجع الماما تداويني. سريع 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 سريع، خليه يرجع الماما، خليه يرجع الماما. تحولت سكن غريب بشكل غريب. او ماي جاد، بس ماما وين راحت؟ ماما؟ ماما؟ ماما وين راحت؟ عجيب، والله ما ادري وين ماما راحت. دقيقة، اعتقد صارت عندي خاصية كلش قوية. والله دقيقة، إذا أنظر لهذا الصندوق 5 ثواني، 1 2 3 4 5، أجل والله صدق شاكو شيء أبقى بوه على 5 ثواني يجي ببرق. أوكي مثلا هذا السرير، 1 2 3 4 5. أوه ماي جاد حجيب، يعني شكلي صاير كذا. أوه ماي جاد، بس هسا أريد ماما، والله اشتقت الماما كلش هواي. هسا شلون مرطاي؟ جيبوا لي ماما، أريد ماما. شباب بنات أرجوكم جيبوا لي ماما، دوروا لي ماما. خلاص ماما، والله مصيبة هاي. أنا سمعت أخبار بهاي المدينة يقولون صديقي كريبر عادي تحول إلى كريبر كهربائي مدري شنو. أوكي مو مشكلة. ها ذكرت شغلة شباب بنات، راح أسوي مسابقة على $150 على برنامج نونو لايف. رابط تحميل البرنامج موجود بالوصف، أريدكم كلكم هسه تحملون البرنامج، وطبعا إذا تردون تشاركون ويانا أيضا بالسيرفر الخرافي اللي راح نسوي على برنامج نونو لايف، وتربحون شدات بوبجي وجوهر فري فاير وكل شيء تربحون. يعني أيضا سوينا لكم سيرفر ماينكرافت الكمبيوتر وماينكرافت الجوال، ليه؟ عن نعطيكم جوائز ونعطيكم فلوس ونعطيكم حسابات ماينكرافت، كل شيء نعطيكم. بين قوسين اللي يريد يشارك بالمسابقة طريقة جدا جدا سهلة، أول شغلة يحمل برنامج نونو لايف، الروابط موجودة بالوصف، أو يجي يكتب بالجوجل بلاي أو بالأبل ستور يكتب نونو لايف ويحمل البرنامج بهاي الطريقة، وبعدين يجي يتابعني. شلون يتابعني؟ من يفتح البرنامج يسوي له حساب، يعني شغلات بسيطة، ويكتب فوق بالعلامة مال البحث يكتب أوغا أو يكتب هاي الأرقام، يكتب الاثنينات يضغط بحث ويعمل لي أحلى فولو ويعمل لي متابعة. وإن شاء الله كل يوم الساعة 8 بالليل 4 العصر بتوقيت العراق والسعودية نسوي بثوث مباشرة برنامج نونو لايف، وأثناء البثوث المباشرة نعطيكم جوائز وندخلكم بالسيرفر وشغلات خرافية. فالشباب بنات أني أنتظركم بالسيرفر. أوكي لا تنسون تحملوا برنامج نونو لايف وتجوا لي هسه تتابعوني، أني أعتمد عليكم، واللي يجي أول واحد يتابعني أعطيه جائزة خرافية. أوكي شباب بنات، هسه ذكرت شغلة، خلي اروح صديقي. اوكي مو مشكلة، اني خلي اروح الصديق الكريبر العادي. اني سمعت اخبار بالمدينة يقولون انه هو تحول كريبر كهرباء وما ادري شنو. اوكي خلي اشوف بالله، نتأكد من هاي المعلومة ونشوف فعلا صحيح صار هذا وشي او لا. اوكي مو مشكلة، اني اعتقد وصلت له. اوكي ان شاء الله سنوصل. بس اني حذروني اهل المنطقة، قالوا لي بس توصل راح يقتلك لان يقتل وعنده كهرباء خارقة وما ادري شنو. اوكي مو مشكلة، اني ما خايف من هاي الشغلات. شنو هذا الصوت؟ اوه هاي صدق عندك كهرباء خارقة. خليه يتكلم ويا ملكي تساعدني. اوكي هاي شنو هذا؟ تغير شكله، اعوذ بالله. شو تغير شكله؟ صار سكن طبيعي. هاي جاي يصير. والله ما اعرف جاي يصير. اوكي صديقي خليه يتكلم ويا ملكي تساعدني. صديقي كريبر عادي، صديقي. شنو انت راح قلت لك انا صديقك كريبر الماي صديقك. والله لك قلت لك لحط لك وحده براسك. ارجوك لا تقتلني، والله مستعد اسوي اي شيء. ارجوك لا تقتلني، والله اسوي اي شيء بس لا تقتلني. طيب اكو شيء اذا تسويه ما اطقك بوحده زي كذا على راسك. شباب انا تعد او لا. الله عليكم، قال لي راح اسوي شغله، والله ما اعرف شنو راح اسوي مقابل يعفو عني وما يقتني بالكهرباء. اوكي شنو اسوي؟ عندي المتابعين يضغطون لايك اشتراك تفعيل جرس التنبيهات وتعليق حلو حتى ما انزل عليك اللعنة البرقية المشعودة. اوكي سمعتوا شباب بنات، يقول الله عليكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات. والله ما اريد اموت، الله عليكم. يلا نونو لايف،
تابعونا لايف. ايوه تابعونا لايف. طيب طيب ليه ما اشتركوا بالقناه؟ لا 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 اوكي ارجوكم. اوف بس ما لقيت ابني، اريد ابني، هذا شلون مرته؟ رجعوا لي ابني، اريد ابني. اعتقد ان دليت مكان ابني، اعتقد بهذا الاتجاه. يصدق ابني، ابني نحميت. وبنهاية المقطع يا شباب وبنات، اللي يريد من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات، ورابط قناة امير سلو اللي صوروا وياه هذا الفيلم موجودة بالوصف، اشتركوا بيه. وايضا راح اسوي لكم مسابقة ثانية على حسابي بالانستغرام، رابط حسابي الانستغرام موجود بالوصف، تابعوني وان شاء الله تربحون مسابقة خرافية على شيء جدا جدا تحبونه. اوكي هاي خلصناها. وايضا لا تنسون تتابعوني على برنامج نون لايف، الرابط موجود بالوصف ايضا، تابعوني. وايضا اذا تردون ينزل الجزء الثاني من هذا الفيلم وصلونا 50,000 لايك، وبس نوصل 50,000 لايك ننزل الجزء الثاني، وراح تشوفون شغلات خرافية صارت بالفيلم. ما احب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامة.